تدوي في سماء سديروت عقب إطلاق صواريخ من قطاع غزة، حيث صارعت السلطات بإخلاء ساعة مهرجان محلية عقب إطلاق الصواريخ، كما تظهر في هذه الصور التي تأتيكم من غزة قبل قليل. نترككم مع هذه الصور مشاهدينا الكرام. وينضم إلينا الآن عبر الهاتف مشاهدينا الكرام محمد وشاح مراسل الجزيرة مباشر بقطاع غزة. محمد، ما الذي حدث؟ نعم، يعني الذي حدث هو أن صافرات الإنذار انطلقت في مستوطنة سديروت المحاذية لقطاع غزة. هذه هي التوريث. طبعا كان انطلاق هذه الصافرات جراء إطلاق صواريخ الإسرائيلي عبر بيانه الذي ذكر فيه أن 3 صواريخ أطلقت من قطاع غزة، تصدت القبة الحديدية التابعة لجيش الاحتلال لصاروخين، وصاروخ واحد سقط في سديروت في المحاذية لشمال قطاع غزة. وقت إطلاق الصواريخ كان بالتزامن مع حفل لمئات من المستوطنين في المستوطنة. طبعا أصوات الانفجارات وسقوط الصاروخ أيضا تسبب بحالات هلع كما تحدث الإعلام الإسرائيلي. حتى الآن ما وصلني هو هناك حريق واحد جراء سقوط أحد الصواريخ عند الطريق 34، بالإضافة إلى 3 هلع كبيرة التي حصلت بسبب الانفجارات الناجمة عن اثارات القصف الحديدية للصواريخ في سماء مستوطنة سديروت. حتى هذه اللحظة الأخبار هي أولية، وهناك تزايد في الأخبار حيث قد وصلني بأن هناك عبر الإعلام الإسرائيلي يتحدث أن هناك اجتماع غدا لمناقشة التصعيد في الجنوب، وذلك أيضا بعد خطاب الأمين العام لحزب الله. محمد، هل لديك معلومات بخصوص من يقف وراء إطلاق الصواريخ على مستوطنة سديروت؟ هل حماس، الجهاد، أو أي فصيل آخر؟ أنا حتى هذه اللحظة من المبكر الحديث عن الإعلان عن جهة كذا إطلاق هذه الصواريخ، لكن بالواقع لا يتم الإعلان في الغالب عن مثل هذه الصواريخ، حيث ليست المرة الأولى التي يطلق فيها صواريخ هذه
طريق الحدود الكافية، ولكن يمكن القول أن اللافت فيه أنها جاءت بعد يعني متابعة كبيرة لخطاب حزب الله اللبناني حسن نصر الله، ولا يمكن أيضا الربط بين الخطاب والطرح الصوريخ، لكن اللافت أنها جاءت بعد خطاب. طيب محمد، هل تتوقع من يعني الخبرات السابقة أن تقوم إسرائيل بالرد الآن على هذه الصواريخ؟ يعني ما كنا نتابعه بشكل دائم هو قيام الاحتلال الإسرائيلي بالرد على مواقع تدفع للمقاومة الفلسطينية، لكن حتى في اللحظة إطلاق الصواريخ ولا زال يعني في وقت مبكر من الآن، الحديث عن إطلاق أو تنفيذ ردود إسرائيلية متوقعة وكما نتحدث وإطلاق مقاومة، لكن حتى هذه اللحظة فقط الجيش الإسرائيلي عبر المتحدث باسمه قال أن صافرات الإنذار انطلقت بسبب رفض إطلاق 3 صواريخ. قبل موقع حدثوت 24 الإسرائيلي يتحدث عن إصابة 5 مستوطنين. طيب محمد، وأنت تتحدث الآن نحن نعرض على الشاشة صور، قبل قليل كان هناك مهرجان أو حفل في مستوطنة سديروت أثناء إطلاق 3 صواريخ من قطاع غزة، قامت القبة الحديدية الإسرائيلية باعتراض صاروخين من أصل 3، يبدو أن الثالث قد حقق هدفه بالفعل، وهناك حالة من الهلع والخوف انتابت المستوطنين الإسرائيليين كما ترون حتى في بعض الصور، وإسرائيل أعلنت أنها استطاعت أن تعترض صاروخين والثالث وقع بالفعل. هل هناك احتمالات أن تنطلق صواريخ أخرى محمد من قطاع غزة في اتجاه إسرائيل خلال اللحظات القادمة؟ وفي النهاية كل شيء وارد، لكن حتى هذه اللحظة يمكن الحديث عن فقط هذه الصواريخ التي انطلقت من قطاع غزة وهي عددها 3 صواريخ. قبل قليل كما كنت مواقع الإسرائيلية تحدث عن إصابة 5 مستوطنين بالهلع وإصابة شرطي أيضا إسرائيلي بجروح طفيفة أثناء الهروب من بعد سماع صفارات الإنذار، وبالتالي يمكن الحديث أن هذه هي المعلومات الواردة فقط بالإضافة إلى الفيديوهات التي يتم عرضها الآن من خلال. هل عموما إسرائيل بتفصح عن أي إصابات حقيقية أو قتلى جراء إطلاق الصواريخ أم فقط تتحدث عن حالات هلع أو إصابات طفيفة محمد؟ هو ما أعلن عنه الجيش الإسرائيلي أن الصاروخ وقع الذي لم تسقطه القبة الحديدية وقع في منطقة مفتوحة ولم يحدث أضرار، لم يحدث إصابات، لكن حالات التدافع وخاصة في زحام هذا الاحتفال سبب الانفجارات التي تسببت بها القبة الحديدية، هذه الحالة من الهلع والخوف هي من تسببت ببعض الإصابات، لكن حتى هذه اللحظة يمكن الحديث أن لا حديث عن إصابات مباشرة من قبل الصاروخ الذي وقع في مستوطنة الزيروت. بالطبع سنعاود التواصل معك لحظة بلحظة في حال استجد أي شيء في هذا السياق، إطلاق 3 صواريخ من قطاع غزة باتجاه مستوطنة سديروت الإسرائيلية. شكرا جزيلا محمد وشاح مراسل الجزيرة مباشر بقطاع غزة، كنت معي عبر الهاتف. كما أشكر ضيف الاستوديو سيد محمد علي عثمان الأكاديمي والباحث السياسي اليمني. شكرا جزيلا سيد محمد. مشاهدينا الكرام، المسائية مستمرة، وبعد الفاصل باقي فقراتنا وفيها ما في